أهلاً وسهلاً مشاهدينا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامج قوارير الموصل. ضيفتي لهذا اليوم مديرة مركز ذو الاحتياجات الخاصة والباحثة الاجتماعية وخبيرة الصحة النفسية، متزوجة لديها 3 أطفال ولديها عدة مؤلفات. رحبوا بضيفتي الست سهير خير الله الأعرجي. رحبوا معي بالست سهير. اهلا وسهلا ست سهير. اهلا وسهلا بقناة الموصلية. اهلا وسهلا ست ياسمين. ست سهير، من هي ست سهير؟ سهير خير الله الأعرجي، دبلوم خدمات اجتماعي، بكالوريوس علم اجتماع، علاج نطق، باحثة اجتماعية، خبيرة في الصحة النفسية، مديرة لمعهد سارة لذوي الاحتياجات الخاصة، مديرة ستاف. متزوجة؟ متزوجة. أطفال عندك؟ عندي 3 أطفال الحمد لله. الحمد لله. طيب كيف كانت طفولتك؟ تعرفين من نذكر كلمة طفولة يعني نقصد البراءة النقاء. كانت طفولة جميلة، أي واحد من يتذكر طفولته يتذكر الأشياء البسيطة والحلوة. كانت كلش طفولة جميلة، كان أحب كتابة المذكرات أيام الطفولة. طيب أنت عشتي ويا أهلك؟ إيه طبعاً، ويا والدي ووالدتي ويا أخوتي، عشنا عيشة جميلة وحلوة. طيب شنو هي طموحاتك منذ الصغر؟ طبعاً طموح أي شخص يفكر يصير، كان طموحي عالي، طموح يعني تحقيق الهدف، تحقيق الإنجاز، كان الطموح عالي جداً. شنو الشيء طمحتي إليه ولحد الآن ما حققتيه؟ كنت أطمح أن أزرع الابتسامة والبسمة للوجوه الأطفال المعاقين قدر الإمكان، أساعد الأطفال المعاقين. أنا حققت إنجازات كثيرة، بس الطموح اللي ما حققته أريد أزيد وأزيد. هاي كانت فكرتك؟ طبعا هاي فكرتي الخاصة لل يعني افتتاح مركز، كانت بداية خطوتي وأفكاري هي أنه افتتاح مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب هذا طموحك منذ الصغر يعني كنت تطمحين إليه؟ لا مو منذ الصغر، وإنما فترة معينة من الزمن. كيف كانت بداياتك في المجتمع؟ بداية المجتمع انطلاقة مثل ما تعرفين أنه خطوة المليون تبدي بخطوة واحدة. أول شيء تعلمت، اكتسبت خبرة وقمت أتعلم، وبعدها قمت أعلم، وبعدها إلى أن صرت معلمة، وبعدها صرت مديرة للأطفال المعاقين. طيب منو دعمك بهذا الشيء؟ خط الدعم كان عندي أختي الكبرى اللي أنا أعتز بها اللي هي توأم روحي، كانت خط الدعم إلي. وقفت بأصعب المحن بأصعب الشدائد، كانت هي خط الدعم إلي. طيب ست سهير، أختي شنو دعمتك؟ دعم النفسي ودعم العاطفي، وكانت أي مشكلة أن أتعرض بها مباشرة أنا أتصل على أختي، هي كانت خط الدعم إلي. طيب ست سهير، من اللي دعمك على أختك خارج محيط العائلة؟ عندي زوجي دعمني يعني كان خط الدعم العاطفي والمعنوي إلي، كان مساند. هو الفضل الأكبر، هو الفضل الأكبر، كان مساند معي بطوال مشوار حياتي وبالذات مع الأطفال. طيب أنت الفكرة مالتك قلتي إنه هو هذا المركز ذوي الاحتياجات الخاصة، هو فكرتي. طيب شلون جمعتيهم؟ جمعت بأبحاث وتقارير وافتريت الدول ومن خلال المطالعة، يعني من خلال خبرة، من خلال خبرة ومطالعة ومن خلال عدة وسائل. زين انت فكرتي انه هذا المشروع ينجح عند تفكيرها؟ حتى لو ما ينجح هذا المشروع، اهم شيء انا ازرع البسمة للأطفال، اهم شيء قدر الإمكان اقدر أوصلهم للمستوى، خلينا نقول مو مستوى الطبيعي، مقارب للطبيعي للأطفال.
يعني انت شنو الشيء اللي تقدميه لهم حتى يحفزهم؟ أول ما نبدي وياهم نبدي بأشياء بسيطة. الطفل يحب الألعاب الترفيهية، يحب الرياضة، قدر الإمكان المدربة لازم تنطيه من الحنان، تنطيه من العاطفة، حتى تقدر تكسب الطفل، تقدر توصله للشيء المطلوب يعني. طيب تعرفين أنت إحنا خلال الحرب اللي انتهت زاد الأطفال المعاقين والاحتياجات الخاصة، فأنت شنو الشيء تقدرين أنه تساعدين بيهم؟ قدر الإمكان ندخل الطفل يلتحق بمركز، المركز هو يساعد الطفل، يساعده كتدريبي، يقلل من شدة التوحد البيئي، يقلل من الاضطراب. طيب أنت مع أنه المراكز بالموصل تزيد أكثر، يعني تفتح أكثر مراكز؟ طبعا، لأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أطفال منسيين، ضروري أنه تفتح مراكز أكثر حتى نقلل من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنت راح تحتوين عدد منهم ولو قليل؟ أنا قدر الإمكان أحتضن الأطفال قدر الإمكان، وهاي رسالتي بالمجتمع. يعني نساعديهم بهذا الشيء؟ أكيد أكيد لازم نساعد قدر الإمكان من الأطفال. طيب هاي بالنسبة للأطفال، طيب أكو معاقين حتى كبار تقدرين تساعدين بهذا الشيء ولو ابتكارات جديدة؟ ومثل ما تعرفين أنه العلم على تطور وازدهار، حاليا وصلتنا كلش برامج جديدة للأطفال وللمسنين، يعني الكبار بالعمر. طيب سسها، انت بقيتي مدينة الموصل خلال احتلال داعش؟ الاحداث بالاحداث احنا ما بقينا، لان كانت الاحداث كلش صعبة. يعني بداية النزوح انت طلعتي؟ بداية النزوح طلعنا وذهبنا للاقليم، اقليم كردستان، هناك باقليم كردستان، لان كانت هنا الاوضاع ما تساعد بالموصل، ولهذا السبب احنا نزحنا. اوكي طيب رجعت لمدينة الموصل بعد تحريرها؟ شيء اكيد هذا صح، تليفونات من الاهالي واتصالات والاطفال بحاجتي، وبالذات انا احب الموصل، موصل الحبيبة. رجعت على مود انه الاطفال محتاجيني. نزوحك ما كان به اي معوقات؟ النزوح الا بمعوقات، تعرفين يعني صعوبة اللي انه تفارقين المكان اللي انت عايشة بيه، وعلى غفلة بيوم وليلة انه تطلعين على شيء جديد، كل الصعبة كانت. طيب رجعت لمدينة الموصل، شنو شعورك بعد انه دخلت مدينة الموصل؟ طبعا شعور رائع، شعور يعني الشخص من يرجع الأهل، من يرجع الأصدقاء، من يرجع الناس، هاي شعور ما ينوصف. حبيت الموصل رغم الدمار اللي صار به؟ أكيد نحب الموصل، لأن الموصل هي المكان اللي أنا ولدت به. طبعا أحب الموصل وأحب أهله وناسه. طيب رغم هالدمار اللي شفتيه أنت وأكيد ناس هوايها شافته، زين أنت شلون شعورك إنه طلعتي مدينة الموصل كانت ما مدمرة؟ صح، بس إذا ما إحنا نرجع وما نوقف ويا أهلنا وناسنا ما ترجع الموصل، إن شاء الله ترجع الموصل نحو الأحسن والأحسن. طيب سهير، أعمالك قبل داعش؟ قبل داعش فتحت مركز لرعاية الأطفال التوحد، بطيء التعلم، علاج النطق، يشمل الأطفال اللي ضعف السمع، اللي ما عندهم القدرة على التواصل، هاي أعمالي. طيب خلال داعش وانت كنتي بخارج مدينة الموصل أثناء النزوح، شنو الأعمال اللي قمتي بها؟ أثناء النزوح فتحت جلسات اللي هي جلسات التوحد والنطق اللي هي بأربيل، وشاركت بحملات طوعية تشمل على المخيمات، على عدة مخيمات الأطفال اللي. طيب بدون دعم؟ بدون دعم، هذه طوعية من تعتمد وحدتش لو لا، مجموعة من فريق متكامل، كان يدعمنا شخص معين، نطلع للمخيمات نقدم مساعدات إنسانية، نقدم ألعاب للأطفال مع مدربات خاصة. يعني هم ذوي الاحتياجات لو أطفال عاديين؟ لا، أطفال اعتياديين،
هو مو إلا أنه أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أهم شيء أنت تفرحين طفل، أهم شيء أنت تزرعين السعادة بقلب الطفل. طبعاً هذا الشيء. إيه. طيب أنت من جاي تقدمينهم، أنتوا تقدمون إحصائية لو تروحين مباشرة للمخيم؟ لا مباشرة، ما كان بدون أي إحصائية. وأي مخيم يعني ما اختاريت المخيم؟ لا مو أي يعني أي مخيم، لا على التعيين، مجرد أنه أطفال وأهالي محتاجين. إيش قد استمرت فترة هذا الطول؟ تقريبا فترة النزوح يعني على مراحل متقطعة، يعني خلال 3 سنوات؟ خلال 3 سنوات إحنا كنا نزور المخيمات. بعد ما رجعت لمدينة الموصل، شو الأعمال اللي قمت بيها؟ يعني تقصدين الأعمال اللي تخص الطفل؟ هو بعد أنه ما تحررت المدينة، أنت دخلتي للمدينة، أول عمل قمت به شنو؟ أول عمل إعادة افتتاح معهد لذوي الاحتياجات الخاصة، نقدم البرامج للأطفال، برامج ترفيهي، برامج علاج نطق، برامج تقليل من الانعزالي الانطوائي، السلوك العدواني. طيب شلون تستقبليهم؟ تعرفين احنا دخلنا بحرب وانتهت انه معاقين ذوي احتياجات خاصة. بعد تشخيص الطبيب ولجنة من الأطباء نحن نستقبل كمركز تدريبي. وشوفين استقبال حيل كبير؟ صراحة أعداد كلش كبيرة، ولكن عندنا نقطة، الحالة المادية للأهالي شوية صعبة، بالذات هم طالعين من حروب ومن معاناة، يعني من يجي الطفل دي يتسجل بالمركز يعاني من المادة. أستاذ سهير، راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما نعرض تقرير عن امرأة موصلية فقدت أحد أفراد عائلتها أثناء تنظيم داعش. أعزائي المشاهدين، فاصل وراجعكم. نشوان وأيمن. نشوان نشوان محمد عبد حسين، وأيمن محمد عبد حسين. يلقبون نشوان كيمو وأيمن دواسة. ولادي مواليد ومشقيل. مواليدهم نشوان 78 وأيمن 90. متزوجين؟ لا والله نشوان مزوج عنده 4 أطفال وأيمن عزب. شنو هواياتهم؟ والله هاي كرة القدم، يلعبون كرة القدم اثنينهم. وقاموا تطوعوا نشوان حماية منشآت، وأيمن جندي حرس يعني مال جندي جيش الجيش. شلون صارت القصة مالتهم؟ والله ما موجودين بالبيت، وما جوا خذوهم على مود التوبة وانهزموا ورجعوا. بالبداية والمنتخلة؟ بالبداية راحوا على أربيل، والله لو يجيب أربيل 10 أيام، وربعهم خبرهم جماعه تعالوا كل شيء ماكو، امنوهم. وبعدين رجعوا قاموا جو عليهم واخذوهم، سووا لهم توبه مال التوبات، واخذوا مننا مال سلاح 1.5 مليون مال ابن نشوان وايمن، مسدس ورشاش اخذوا منه، يعني اخذوا بس فلوس. وظلوا يراقبوهم، قالوا نحن نراقبكم، تروحون تجون تنهزمون ترى تنذبحون. وظلوا بالبيت قاعدين وضايجين، ويروحون بالبيت وهم على الجامع، ويجون من الجامع يقولون احنا مراقبينكم، وتروحون تجون على الجامع، ويروحون بالبيت وطقت روحهم يعني، وما يعرفون ايش يسوون. والتالي يعني ظلوا قاعدين، لا ما يشتغلون، خافون ما يروحون، لا يشتغلون لا يجون، هذا بالبيت رايحين. فايت بقوا فترة داعش؟ والله ظلوا يعني ظلوا هاي 3 سنين 6 سنين بالبيت. اخر لما صارت الحرب، قبل ما يحررون وادي، يعني قبل ما يهجمون على وادي حجر باسبوع، جو اخذوهم الغبشه، طوقوا المنطقه ومن فرع الورانا شطوا وجو وفاتوا عليهم. اخذوا ايمن ابني وقاموا راحوا على اخوه، قالوا تودينا على اخوك، قاموا اخذوا اخوه معه،
واحد سحب الاخ. يا باي معود عنده توبه، راحوا على الحمله، راحوا على طمال سلاح، حجي استفسار استفسار، فوتي فوتي. ايوه هاري. وهاي من 14/2 اخذوهم ولليوم، وما نعرف ما نعرف كل شيء عنهم. انتي سالتي بوقت داعش انه اخذوهم؟ ما رحنا، اي والله سالنا، ما حد ينطي سؤال، ما حد ينطي سؤال، بس اكو ناس يعني منهم ايه منهم يقولون موجودين، اكو ناس يقولون لا ما موجودين. ولا ما خلينا، ما خليت مقر مالهم بالسرجخانه بالدواسه يعني على بادوش رحت وماكو، يقولون ماكو ما عندنا هالشيء. الناس تقول لنا بفلان مكان بفلان مكان، ما خليت شقق الدواسه والسرجخانه كلها يقولون هاي مقراتهم، افوت عليهم افوت قاعدين ويقولون ماكو ما عندنا. امشي امشي، لا تسالني على مرتدين، لا تسالين على كفار. يا هبا شلون كفار؟ وليه ما مرتدين ما عسكريين؟ كفار هذولا. وهذا من 14/2 لحد الآن متنا ما مؤنسي محمد، والله ويصب من تروح تخبرنا وروح نركب معها في الكون هلك. بالتالي مرت نشوار راحت على الوقت أخذت تولاني دموت إذا ما تجيبين ولاده اجعل أشوف ولاده، والله جابتهم دزتهم احتيات قلت اجعل أداد أشوف ولاده. وذاك أعزب حتى أقول يا ربي بس أضحي بواحد بأي من أعزب، هذا صاحب أطفال يا ربي ما يخالف ايش اسوي. وهذا عمل عمل لحد الان. زين هسه بعد التحرير شلون عايشه انت مع ذكرياتهم وصورهم بالبيت؟ لا تفضني مثل ما احمد والله ايش والله دائما نشوان يجي من بيته يقول يوم ما اقدر ما اشوفك ما اقدر، اقول والله يا بدي لازم نروح انهز، يقول يوم اشلون انهز وانت اشلون اشوفك اشلون اشوفك، ويجي بوسني خطيه ويروح يظل الظهر شوف هسه سويت غدا ياخذ معاه ويروح على البيت. والله وهذا ايمن يوميا هزموا ببيتي بات يعني ما يبات بالبيت، انهزموا عندي اصدقائه ربعه، هاي نص وادي حجر ربعه كلها تعرفوا اصدقاء ام احمد ولادام هم يلاعبين طبه كلهم، ويجين الصبح وخطيه ويظلهم بالبيت قاعدين محصورين ايش تسوي. عند الصور إلهم؟ اي والله يعني. يا هو ايمن يا هو نشوان، هذا ايمن وهذا نشوان، والله ما جبت مال 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 اللاعبين بالطبه ونادي واصدقاء وكلها، بس استعجلتي تركض ولا ذوك كبار. ايش تدعي لهم؟ والله ادعي لهم الله ان شاء الله يفرج عنهم الله، والناشد الحكومه مالنا والناشد كله طيب بالحكومة
نناشدهم بلشي يسعون بينا، ما يعني ما ولادهم ما ولادهم ما هم يعني حماية لنا، ما هم على رأسنا، ما هم يرعونا، ما هم يقول راعي كلكم راعي للوطن، خلي ناشدون يروحون يسألون يتابعون ونشكرهم يعني، وبلكي إن شاء الله بلكي يسعون بيها، بلكي يسعون ما واحد واثنين يعني. وادي حجر بس 700 واحد بس من وادي حجر، يعني داعش انتقم من وادي حجر بس على وادي حجر، مبار كلها منتسبين للحكومة غير حماية للحكومة، ولا هم ليش لبسوا ولا على مود الحكومة، الحكومة هم تتابع وراهم ما تقعد وهي يحجون وهذه وقالوا عمل وهذه. يعني احنا هاي صار سنة ما حد حكى بيها، اريد اريد قناة تحكي على على عليهم على المنتسبين على خذهم داعش، ماكو ابد، كل القنوات اريد بس اخبار عن المنتسبين عن المعتقلين عن السجناء ماكو. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بالجزء الثاني من برنامج قوارير الموصل. ست سهير، بعد ما شفنا التقرير لحالة المرأة الموصلية إذا فقدت تعرفين أحد أبنائها أو زوجها فما عنده معين، أنت شلون تشوفين هاي الحالة؟ لازم تنظر إليها الحكومة، لازم تنظر إليها المنظمات، لازم تسوي لها دعم خاص، لأن تعرضت الحادث مأساوي طبعا. هذا الحادث وتعرفين انه ماكو اي معين لهم وما اكو اي معين لهم، هاي شنو ذنبها المرأة، شنو ذنب الطفل، شنو ذنبهم صار بيهم هالشكل، المفروض احد يدعمهم، المفروض من الاشخاص المتمكنين ينظرون لحالة المرأة المأساوية. طيب اذا ما تعالجت هاي الحالة تعتقدين شنو اللي راح؟ طبعا هي حالة إنسانية المفروض تتعالج، المفروض لازم نسوي حل لهاي المشكلة. طيب سو سهير، انت ما اجت للعراق وخاصة الموصل، ضاف الشيء على انجازاتك؟ طبعا ضاف لي قوة وصبر وتحدي وكثير شغلات ضاف لي باعتبارش مرأة موصلية. طبعا هذا الشيء المرأة الموصلية هي مرأة شجاعة، مرأة قوية، ناضلت وجاهدت منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تداوي الجرحى وكانت تعالج المرضى، تساعد المقاتلين بالحرب، مرأة مناضلة. طيب شنو رأيك بمشاركة المرأة بعدة مجالات؟ هي المرأة العراقية مرأة محاطة من مجتمع مغلق، رأيي تثبت وجودها بالمجتمع، تفعل دورها، لأن هي مرأة صبورة ومناضلة ومكافحة. طيب انت شوفيها هسه بالفرق التطوعية، شوفيها بمجالات الإعلام، شوفيها بعدة مجالات بعد احتلال داعش، شيء أكيد انه صارت طاقات إيجابية حيل، فانت شلون تشوفين هذا؟ والله هي المرأة جيدة وهي عندها قدرات وطاقات، تحملت ما به التحمل من معاناة، من ضغوط نفسية، من حالات، هي كامرأة ربت بيت تربي أطفالها وهاي، وكأم امرأة موظفة، هي ذات دورة بالمجتمع كلش كبيرة، يعني هي مكملة للرجل بالمجتمع. طيب دور المرأة الموصلية باعتبار المجتمع الموصلي مجتمع مغلق، شلون تشوفين هذا الشيء؟ أكيد لازم من بعض القيود، لأن المرأة الموصلية مقيدة، المرأة الموصلية لازم عندها طموح وإمكانية كلش وقدرات عالية، لازم تبينها، لازم تقدر تساهم قدر الإمكان، بس هي مقيدة من المجتمع. طيب تشوفين أنت هذا راح تتعالج هاي المشكلة؟ أكيد تتعالج، أكيد، لأن تحتاج أن تقوم بأعمال، تحتاج تمارس حياتها الطبيعية، لأن المستوى المطلوب حاليا ما متوفر. طيب سو سهير، أنت قلت المجتمع الموصلي مجتمع مغلق، إحنا ودائما كل هذا الشيء واقع. طيب انت واجهت انتقادات من هذا المجتمع؟
تعرفين أي مجال عمل لازم لا يخلو من الانتقادات، أكيد واجهت انتقادات بس بالقوة والإصرار والتحدي تخلصت من كل هاي الصعاب. طيب سوسي، شنو هي المعوقات اللي واجهتيها بالمجتمع المصري؟ هو أي شغل وأي عمل لا يخلو من المعوقات، ولكن بالصبر والإصرار والتحدي كل هاي نتجاوز المعوقات. ومشيت بمسيرتك طبعا. أكيد مشيت بمسيرتي ولأكمل رسالتي بالمجتمع، لأن رسالتي لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب سهير، تعتقدين المرأة الموصلية أخذت حقها بالتعليم والاهتمام؟ هي أخذت حقها بالتعليم كمعلمة وكمدرسة وكمهندسة ومحامية وأي مجال تعليمي، ولكن تحتاج إلى أكثر وأكثر. سهير، أنت قلتي أن المرأة الموصلية أخذت حقها بالتعليم، وإحنا مجتمع مغلق وأغلبيته أنه يطرقون إلى زواج القاصرات، أنه تنحرم البنت من التعليم والاهتمام، شو رأيك بهذا الشيء؟ طبعا زواج القاصرات هو يعني كلش غلط، هو لا إنساني ولا أخلاقي زواج القاصرات، يراد إعادة النظر به. طيب شنو النتائج هذا الزواج؟ النتائج يعني راح يكون المطلقات كثار، راح هاي طفلة صغيرة ما تعرف إيش يعني بعد بداية مشوار حياتها. أنا ضد مبدأ زواج القاصرات. طيب إذا ما تعالجت، أكثر مشكلة أنت تشوفيها راح تنتشر بالمجتمع شنو هي؟ تعدد الطلاق، وراح تكون البنت مشردة، وراح يكون عائلة مفككة. طيب سهير، بالنسبة لتعدد الزوجات، رأيك بهذا القانون اللي شرع شنو هو؟ هي مشكلة تعدد الزوجات، لازم يكون يضع للمرأة حقوق، لازم يكون ضمان من المجتمع، ضمان وحقوق للمرأة. أنت مع أم ضد هذا القانون؟ ضد. شنو الأسباب أنه تكونين ضد هذا القانون؟ احتمال ما أكو عدالة بين الطرفين، احتمال راح يصير مشاكل بالمجتمع، ولهذا السبب ضد مبدأ تعدد الزوجات. سهير، شنو اللي شيء اللي يميز المرأة الموصلية؟ المرأة الموصلية هي مرأة شجاعة مناضلة، هي مرأة صبورة مضحية مكافحة من رغم كل الأزمات والظروف اللي مرت بها. طيب سهير، راح نرجع نكمل حديثنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل وراجع لكم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بالجزء الأخير من برنامج قوارير الموصل. طيب سهير، تقييمك لدور المرأة الموصلية؟ هي مرأة متعلمة مثقفة، ولكن تحتاج إلى دعم من الجهات المختصة. طيب الدعم من قلتي من الجهات المختصة، دعم معنوي أم مادي؟ من الاثنين، الدعم المعنوي موجود لازم ضروري، والدعم المادي هم ضروري. طيب سهير، عندك منجزات أو مؤلفات؟ كتاب خاص بي رحلتي والتوحد، كتاب تجربتي والتوحد. وبالنسبة للمشاركة، مشاركة للعديد من المؤتمرات والنوادي وورشات العمل والمحلية والدولية. طيب فكرة الكتاب فكرتك أنت؟ طبعا هاي فكرتي، لأن صار لي 10 سنوات أبحث وأطالع وبحوثات علمية وسفر على الخارج وأفتر دول على ما اكتمل هذا الكتاب. طيب كتاب رحلتي والتوحد شنو اللي يضمن هذا الكتاب؟ يتضمن الأسباب والتشخيص والعلاج. هاي أنت يعني من خلال دراساتك ومؤلفاتي، يعني أنت اللي بحثتي عن هذا الشيء وشفتي أنه أكو أسباب؟ أكو أسباب، السبب اللي خلى الطفل يعاني من اضطراب التوحد، ثم التشخيص من الطبيب المختص، ثم البدء بالعلاج. هاي جمعتيها من عدة مصادر؟ أكيد من عدة مصادر وبحوث وتقارير. طيب كتابك الثاني شنو اللي يتضمنه؟ مشوار حياتي 10 سنوات شلون قضيتها مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كسيرة ذاتية إليك؟ كسيرة ذاتية، ويتضمن البرامج ويتضمن التدريب ويتضمن الشغلات، التدريب الخاص، الجلسات،
البرامج الترفيهي، البرامج اللي تقلل من شدة الاضطراب، البرامج اللي تزيد من ذكاء الطفل، البرامج اللي تخلي الطفل. طيب البرامج انت هاي انت جمعتيها لو انت اخذتيها من مصدر معين؟ لا، عن خلال تجربتي ولقاء مباشر مع الطفل وتدريب مباشر مع الاطفال. من خلال الممارسة العملية كنت اخذ الاطفال حتى اخذهم عندي بالبيت واكتب تقارير عنهم، الاشياء السلبية والايجابية، واسوي بحوثات وتقارير واتوصل الى نتائج سليمة. هذا الشيء انت سويتيه يعني بوحدك؟ هاي الشيء انا سويته بمجهودي الخاص. وفترة اللي جمعت بيها المصادر ايش قد كان؟ ما يقارب العشر سنوات. يعني 10 سنوات قدرتي انه تعملين هاي المؤلفين؟ لو كل مؤلف يعني بيناتهم سنين؟ لا لا، خلال مشواري للعشر سنوات كنت كل فترة أنا أجمع كل ما يعني قدر الإمكان، أسوي تقارير وبحوثات على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل الخلل أو الاضطراب اللي يعاني منه. طيب أنت أخذت الطفل يعني مدة من سنة إلى سنة محددة لو عاد الأطفال؟ لا، كل طفل حسب حالته. عندنا أطفال كلش قليل ضعيف، عندنا أطفال بنسبة وسط، عندنا أطفال شديد، عندنا طفل انعزالي انطوائي. طيب انت شلون تعرفين يعني؟ هاي بعد انه تاخذيه مثلا للدكتور او اول تشخيص الطبيب، بعدين احنا كمركز مختص متابعة من المدربات ومتابعة من الأهالي وكتابة تقرير كامل على الطفل، يقيم الطفل. طيب مؤلفاتك اللي اختاريتي هاي الأسماء، رحلتي للتوحد وتجربتي والتوحد، ليش اختاريتي هذا الاسم؟ تجربتي والتوحد لأني خضت بكثير تجارب وعانيت من كلش معاناة من أطفال، يعني أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال البطيئين السمع، أطفال اللي ما عندهم قدرة على الكلام، ولهذا اختاريت تجربتي والتوحد. ورحلتي والتوحد، رحلتي مشوار العمل العشر سنوات اللي قضيتها ويا الأطفال، كان هذا السبب أسمي هذا الكتاب رحلتي، لأن هي تستحق كلمة رحلة. طيب حاليا في الوقت الحالي عندك مؤلفات إنه تريدين تسويها أو تكتبيها؟ بالنسبة للإنجازات والطموح، أنا مستمرة بالمؤلفات ومستمرة أجمع خبرات ومستمرة بالتطوير المؤلفات. مؤلفاتك اللي راح تسويها بالمستقبل هم راح تكون عن التوحد لو شيء ثاني؟ أكيد عن التوحد، لأن أنا اختصيت بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة. سيد سهير، شنو هي مخططاتك المستقبلية؟ نشاطات للأطفال، ألعاب إضافية للأطفال، نوادي ترفيهية للأطفال. سيد سهير، شنو هي رسالتك للمرأة الموصلية؟ رسالتي للمرأة الموصلية هي أن يكون لها دور في المشاركة في بناء المجتمع وتحقيق هدف، وأن لا يكون هنالك عائق لديها، وأن يكون لها نصرة المظلوم، إحياء الحب، حب الحياة رغم الصعوب، بناء المستقبل، لأن هي امرأة مناضلة وشجاعة، عانت الأمرين. خلي نقول. طيب أنت ما تقولين أنه لازم تفعل دورها بالمجتمع شيء أكيد تثبت وجودها؟ أكيد لازم تفعل وجودها بالمجتمع ولازم يكون دعم وياها. طيب شلون تفعل دورها بالمجتمع برأيك أنت؟ تثبت وجودها لازم. من خلال شنو؟ من خلال اللقاءات، من خلال المشاركات، من خلال مشاركة إيش؟ مشاركات بحملات طوعية، مشاركات بأعمال يعني يدوية، أعمال بعدة مجالات يعني. طيب انت تدعمين هذا الشيء؟ اكيد ندعم هذا الشيء، لان يعني هذا الشيء حلو وجميل والمرأة مكملة بالمجتمع. طيب اذا امرأة موصلية التجت اليك تساعديها بهذا الشيء؟ انا قدر الامكان اقدر اساعد، مو بس يعني امرأة او طفل او رجل مسن، او قدر الامكان ياهو اللي يلتجئ الي اساعده. اللي بتقدرين عليه شيء؟ اللي اقدر عليه يعني بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. سيد سهير، كان الحديث حيل ممتع وياك، أتمنى لك الموفقية والنجاح الدائم يا رب. تسلمين.
أشكرك ست ياسمين، أشكر قناة الموصلية، أشكر حضوركم، نورتونا. بعد أن التقينا بضيفة حلقة أسس سهير وشاهدنا تقرير المرأة الموصلية التي فقدت أحد أفراد عائلتها، إلى هنا وصلنا ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.